اخي كفانا الجامعة نتاعنا في خطر بعد مقاتل موزمبيق الجامعة نتاعنا تحتضر قالوا كله هو الكل خليه يخدم هو حر انا وحمل المسؤولية السي كمال بن عمر كفانا كفانا سيدي خويا كفانا لكت ولا قل يوم في غافي يقول ايش باش يعمل منتخب حتى بعد شاني كارك من خلف الله زاد هرب قال شنو خاف من كف وبيحبش يتسب لو مير كي قابلته قال لي باش تعمل ولا جب يوم في كفينا 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 يا اخي كفينا شالت حسني يوم بالميكس ملايين لكن ولا حاجه.